مرحبا، أنا دكتور وليد حدادين، مستشار جراحة التجميل والترميم. بدنا نحكي اليوم عن أنواع العمليات الجراحية لشد البطن. عادة بنقسمهم لقسمين من حيث التكنيكال وايز، أنه عملية شد البطن الكامل بنسميها فول أبدومينوبلاستي، أو شد البطن الجزئي اللي هي ميني أبدومينوبلاستي. الفرق بيناتهم أنه شد البطن الكامل تقريبا الجرح أطول شوي صغيرة، ما منحرك الصرة بضلها ثابتة محلها، منشيل الجلد الزايد تحت الصرة، وممكن نعمل ترميم لجدار البطن تحت الصرة، هذا وارد. الفول أبدومينوبلاستي لا، البطن منشده من عند تقريبا أسفل الصدر، من رمم جدار العضلات كلها، ومن والسره بنفتح لها محل جديد بالجلد اللي ظل موجود بالبطن. هذا الفرق بيناتهم. فعمليه الفول ابدومينوبلاستي اكبر بكثير من عمليه الميني ابدومينوبلاستي. هلا عاده الناس اللي بيحتاجوا هاي العمليه اللي هو الستات اللي بعد الولاده اللي صار في عندهم ترهل في العضلات، او الاشخاص اللي عملوا عمليه تكميم المعده او تحويل مسار المعده اللي صار عندهم ترهل بالجلد بعد نقصان الوزن الزايد عندهم. هلا هاي العملية تجرى عادة تحت البنج العام، أو ممكن بنج نصفي، بكون الجرح أسفل البطن وبكون في جرح صغير حوالين السرة. مدة العملية ما بين 2 إلى 3 ساعات. عادة بينام المريض جوا المستشفى لمدة 2 يوم. نسبة الوجع فيها زي ما حكينا من 5 إلى 6 من 10. الإجازة اللي عادة لازم نعطيها للمريضة أو للمريض ما بين 2 إلى 3 أسابيع. بيستخدم أيضا مشد بعد العملية لمدة 6 أسابيع. هاي العملية مفروض عملية دائمة، يعني ما إلها صلاحية أنها تنتهي. إذا المريضة خلفت بعد هاي العملية وارد، ممكن بكون مكسبها بدل ما يكون مثلا 100% من العملية بصير مكسبها حوالي 80% من العملية، بس ما بترجع زي ما كانت أول. مشاكل العملية مو وارد أنه يصير معنا التهابات بالجروح نسبتها 1 أو 2%، وارد يصير تجمع سوائل في البطن عادة بيتم سحبها بعد العملية، ممكن يصير معنا تجمع دم. هذول أكثر المشاكل عادة بنشوفهم بعد عمليات شد البطن. وزي وزي شيء من كل شيء.